أمس كشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعرض لمحاولة اغتيال عبر استهداف سيارته بقنبلة. وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالمقربة من الرئاسة الروسية أن سيارة الليموزين الخاصة ببوتين تعرضت للهجوم وأصيبت في عجلتها الأمامية اليسرى وشهد دخان كثيف. كما أضافت أن السلطات الروسية شنت حملة اعتقالات واسعة على صلة بالحادث، بينهم رئيس الحرس الشخصي للرئيس. ووفقا لتقرير الصحيفة البريطانية فمن غير الواضح متى حدثت محاولة الاغتيال المزعومة. من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن ينضم إلينا الكاتب المختص في شؤون روسيا وآسيا الوسطى سامر إلياس. سامر أهلا بك. عندما تتحدث دسان عن محاولة اغتيال بقنبلة، نتحدث عن قنبلة وتصيب سيارة الليموزين الخاصة بالرئيس وهناك دخان تصاعد، ما حدا عرف إلا دسان عن الموضوع؟ هي طيبة لك عزيز محمد ولفريق العمل والسادة المشاهدين. بداية بطبيعة الحال الأخبار التي تنشرها صحيفة دسان مشكوك فيها، حسب هي صحيفة صفراء وتنشر مجموعة من الأخبار التي بحاجة إلى تحقق ربما في هذا الموضوع. من الممكن أن هناك حالة من الاستياء ربما ضد بوتين في الأوساط المقربة له نتيجة العملية العسكرية أو الحرب الروسية على أوكرانيا وعدم النجاح في تحقيق هذه الأهداف، وخاصة في الأيام الأخيرة مع التقدم الأوكراني. ولكن لا أعتقد بأن الرئيس فلاديمير بوتين في دائرته المقربة بشكل عام يمكن أن يحدث اختراق كبير بهذا الشكل. منذ فترة كان هناك اختراق بالغت وسائل الإعلام الغربية في موضوع مقتل دارينا دوغينا ابنة الفيلسوف الروسي، وقالت بأنه في دائرة بوتين والمقربين منه، ولكن واضح تماما أن إصابة صحفية هي هدف سهل ربما وبسيط جدا مقارنة باستهداف الرئيس فلاديمير بوتين الذي يتحرك بالمناسبة بين مقره الرئاسي وبين الكرملين بطائرة، ونادرا ما يستخدم السيارات لهذه الغرض. منذ سنوات طويلة هناك مهبط للطائرات في مقر إقامة بوتين في غرب العاصمة موسكو وفي الكرملين وتنقله بهذا الموضوع. العامل الآخر ربما هو أن هذا الخبر كان يمكن أن ينتشر في روسيا بين وسائل الإعلام المعارضة والمتابعة لهذا الموضوع، ولكن لم نشهد ولم ألاحظ شخصيا أي حديث عن هذا الموضوع قبل نشر سام هذا الخبر. ما معنى إثارة أخبار من هذا القبيل؟ عن يعني هذه ليست المرة الأولى التي تشع فيها أخبار عن محاولة اغتيال تعرض للرئيس بوتين في هذه الحالات، وخاصة عندما تتحدث عن أخبار يعني المفترض أن الكثير يعلمها. نعم، الجانب النفسي هو عامل مهم في هذا الموضوع. نحن نعلم بأن وسائل الإعلام الروسية المعارضة تم إغلاق عدد كبير منها ضمن الحرب الإعلامية. ربما تريد بسن أو المصادر التي نقلت لها هذا الموضوع بأنه لا يوجد إجماع شعبي على بوتين، ويوجد نقمة شعبية ربما في أوساط روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا والحرب على أوكرانيا، من أجل إثارة هذه القضايا وربما القول بأن بوتين لا يتحكم بالأوضاع بشكل أساسي في محيطه القريب وأنه يمكن أن يتعرض لمحاولة اغتيال. بالمناسبة هذه التصريحات الغربية أحيانا عن إمكانية أن يكون هناك حراك شعبي كبير أو أن يكون هناك انقلاب قصر على بوتين هي مبالغ فيها لعدد من الأسباب. بوتين أولا من خلفية أمنية بارزة ومعروفة، ثانيا هو نقطة التقاء وهو الحكم الحكم ربما والموزع للأدوار طيب. في محيطه الأساسي وتوازن القوى في داخل الكرملين. لا أعتقد أن شخصا آخر قادر على القيام بهذه المهمة، وهو مسيطر على جميع هؤلاء الأليغارشيين ورجال الأمن الذين عينهم من الفئة المقربة منه وعملوا معه في أجهزة الاستخبارات وفي مراحل مختلفة من عمله في سانت بطرسبورغ. طيب بخصوص ما تعرض له زيلينسكي الآن هذا الحادث المروري، هل نتحدث عن حادث عرضي أم أيضا رسالة؟
الآن الحديث حسب الجانب الأوكراني بأنه حادث عربي، لكن دعونا ننطلق من عدد من الحقائق ربما في هذا الموضوع. أن بقاء زيلينسكي وصموده في كييف ورفضه عدد من الطلبات الغربية من أجل الانتقال إلى لفوف أو إلى بولندا أو إلى أماكن أخرى هي التي أدت إلى تغييرات جذرية في موضوع الحرب وإلى صمود الأوكرانيين. أيضا بالأمس كان زيلينسكي غامر وذهب إلى جبهة قتال مشتعلة في خاركوف في منطقة الزيوم التي تم تحريرها. الرسائل التي يقوم ببثها زيلينسكي بشكل يومي ونشاطه اليومي حقيقة هو نشاط مؤثر يؤدي إلى تغييرات كبيرة في المواقف الأوروبية وتشي أو تبرز شجاعة كبيرة للرجل. من المؤكد أنه هدف أساسي لعملية اغتيالاته. كان هناك حديث في الأيام الأولى عن قوات خاصة روسية دخلت إلى العاصمة كييف إذا تذكرون في بعد 24 و 25 فبراير شباط الماضي، كان حديث عن أن قوات خاصة روسية ذهبت إلى العاصمة كييف وسلّلت إليها بهدف تنفيذ محاولات اغتيال كييف وتنفيذ ربما اغتيال قصر أو انقلاب قصر في داخل كييف لكي تحكم روسيا أوكرانيا من العاصمة الدنماركية. اعذرني انتهى الوقت جدا، يعني من العاصمة الدنماركية كوبنهاجن الكاتب المختص في شؤون روسيا وآسيا الوسطى سامر إلياس، شكرا لك.